كما برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان سيرة القديس يوسف البتول. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف كلا من الأب جوزيف سويد والأب الدكتور عماد علامات للحديث عن مناقب القديس يوسف وروحانيته الصامتة، فإلى هناك. بالنسبة لموضوع يوسف النجار، خادم سر التجسد كما يسمى، أو حارس الميلاد البتولي، مار يوسف أبونا، نعم. هذا القديس المنسي واللي مش مذكور كتير بالإنجيل، الإنجيل المقدس، نعم صحيح. تعطينا هيك نبذة، بفضل أبونا. يعني يسوع كان بإمكانه ينقي كل الأشخاص المسؤولين اللي راح يصيروا في عملية مشروعه، إنهم يكونوا أشخاص كلياتهم نسخة واحدة وكلهم أشخاص على شكل يسوع، نعم. كان بإمكانه، ولكن هو قصد بهذا التنوع يعطينا، يعني أحيانا كل واحد فينا بيكون بحس حاله شخصيته زي يوسف البتول، بحس حاله أحيانا كثير إنه هو صامت، بتأمل بالأشياء اللي حواليه، عنده موقف، ولكن بنفس الوقت بده بهذا التأني، هذا الصبر، هذا طولة البال، طولة الأنات اللي بتتحكم. نشوف إحنا انطلاقا من إنجيل متى، بنشوف المشاهد بتبلش تحكي عن هذا النسب. احنا بنشوف انه بهمنا نسب يسوع المسيح، ولكن احنا بنشوف في تفاصيله من وين كمان ايضا يوسف، انه شخص صديق من عيلة من اهم اسباط اسرائيل، جده ملك اذا جاز التعبير يعني. فبنشوف في هاي الاجواء شخصية هذا الانسان اللي استأمنوا يسوع على هذه العائلة المقدسة. يعني احيانا في مواقف تتطلب من الانسان انه يحكي ويناقش، ولكن في مواقف كثيره بتتطلب الانسان يتامل ويشوف شغل ربنا بحياه كل واحد فينا. مرات كثير معجوقين بنكون، فربنا بقولنا صف ووقف، اطفي زي ما بيحكوا، صف وتامل عمل الله تعالى في حياتك. واحيانا ما بيكون الخطه على مزاجنا. يعني اكيد القديس يوسف انذهل من المشهد وكان يفكر بتخليتها سرا. يعني شوف الصراع اللي دخل فيه كمان القديس يوسف من الشك اللحظي قبل ان يتدخل الملاك بالحلم ويعطيه هذه الرساله وهذه الانطلاقه، يعطيه هذه الزواده تينطلق بها الى العالم، لانه في عنده مشوار على مصر طويل، في عنده اضطهادات راح تواجهه، مشوار صعب وكبير عانه القديس يوسف. فبنشوف في مرحله من هذه المراحل التي عاشها القديس الامين، القديس البتول، القديس يوسف. ابونا زي ما حكى تفضل ابونا جورج شرايحه، بيقول لي انه ولكل مجتهد نصيب بالاسم يوسف او جوزيف، نعم. فماذا حمل لك هذا الاسم في حياتك ابونا؟ الاسم اول شيء معناته الله يزيد، الله يكثر، نعم. الله يعطينا عن جد بركه هيدا القديس العظيم اللي مثل ما دائما كنت اقول، نعم. بعظاتي لا تخيب ابدا شفاعته، ولا تخيب، لا تخيب حدا. بعرف قديش في ناس أخذوا شفاعة هالقديس وقديش صلوا له. فأنا بالحقيقة دكتور بيوم من الأيام حبيت، ويمكن يتفاجأ كمان أبونا جورج، حبيت أعرف هيك أقرأ عن القديس يوسف اللي بقي بالظل للقرن الخامس عشر. ما كان كتير ينحكى عنه للقرن الخامس عشر، هلا بعد شوي إذا في وقت بحكيكم قديش هيك خليني سميها التقليد الرسولي اللي بيحكي عن القديس يوسف والرسائل البابوية، طوت عليه شوي وشوي توصلنا للقرن العشرين 21. نعم. فبالحقيقة اكتشفت أنا وعم بعمل دراسات ورحت للرسائل البابوية وغيرها من الرسائل، إنه القديس يوسف لحد هلأ اكتشفت 42 شفاعة عطيته الكنيسة. هو ظل الآب، ليك هالكلمات دكتور شحلين، ظل الآب، بحر الأبوة الإلهية، حارس الفادي مثل ما سميه البابا العظيم يوحنا بولس الثاني، يوسف بي الكلمة المتجسدة، معاون الروح القدس، رجل الثقة، رجل الصمت، رجل السكوت، العفة، رجل الإيمان، رجل الطاعة، رجل الأمانة، رجل التأمل والحب والمشاهدة اليومية لوجه يسوع، بي معيل، بي شرعي، بي روحي، زوج صالح، هو شريك بمشروع الثالوث مثله مثل مريم،
صديق الله. ماذا تقول عن القديس يوسف، وماذا وما كان تأثيره القديس يوسف على حياتك ككاهن أبونا عماد؟ يعني القديس يوسف هو الإنجيل الحي ولكنه الصامت. نعم. يعني حلو. هو بعطينا مثال كثير مهم إنه الإنجيل الحي في القلوب، والعلاقة الروحية هي علاقة أولا في القلب. نعم. القديس يوسف مثال كثير مهم للأسرة. نعم. يعني هو الشخص اللي ساند ورافق وأحب وربى. نعم. وتعب وعمل بطريقة جدية وبطريقة فيها جذرية. القديس يوسف مرق بأزمات، والأزمة اللي مرق فيها هي مرتبطة بالشريعة وحكم الشريعة وإلى آخره، ولكنه كان متنبه حتى بالحلم لإشارات إلهية أن يأخذ امرأته إلى بيته. وهون القديس يوسف اللي بعيش شريعة الروح، مش الشريعة المكتوبة. الشريعة المكتوبة زي ما بيحكي القديس بولس، الحرف يقتل أما الروح يحيي. القديس يوسف عاش 100% شريعة الروح، شريعة الحب، شريعة التضحية، وشريعة الأمانة. الأمانة لزوجته، والأمانة لرسالته الروحية.